أشاد مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية ليكون 14 من مايو يوما للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية، مثمنا عاليا ترحيب حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بهذه البادرة وإعلانه السامي بترحيب مملكة البحرين بهذه الدعوة والمشاركة فيها. وأعرب المركز عن تقديره العميق لمضامين رسالة جلالة الملك المفدى في اعتبار التضامن الإنساني هو السبيل لمواجهة جائحة كورونا، وذلك عبر توحيد الدعاء والصلاة بين جميع الناس من مختلف الأديان والألوان من أجل أن يرفع الله عز وجل هذا الوباء عن البشرية جمعاء. وتلبية لدعوة جلالة الملك يشارك المركز في تخصيص 14 من مايو يوما للصلاة من أجل الإنسانية. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة سمية مير الأمين العام لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. مساء الخير سيدة سمية، هذه الدعوة تأتي بالتزامن مع شهر رمضان وهو شهر فضيل ويحمل الكثير من الروحانيات، لو تحدثينا بشكل مفصل أكثر عن هذه الدعوة التي رحب بها جلالة الملك المفدى ودعا للمشاركة فيها لرفع الوباء عن البشرية. مساء النور، وبلا شك أن مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية والتي تأتي إن شاء الله بتاريخ 14 من مايو والتي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية لقيت صدى واسعا مختلف دول العالم، كذلك شهدت ترحيبا استثنائيا في مملكة البحرين على وجه الخصوص. ولا ننسى المباركة الملكية من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، فهو الراعي الأول لثقافة التسامح الديني والتعايش السلمي على مستوى المنطقة بل والعالم كله. هذه مبادرة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية يعني تأتي في صميم رسالة مملكة البحرين حقيقة في نشرها لقيم التسامح الديني والتضامن الإنساني ليكون مفتاح السلام والوئام والاستقرار لجميع بني البشر. وأيضا لا شك يعني كما ذكرتي أختي مريم في هذه الأيام الفضيلة لابد أن يكون الدعاء هو العلاج لكل داء ومحنة يمر بها البشر، لا سيما يعني في هذه الأيام التي يعني يشهد فيها العالم كله جائحة كورونا المستجد COVID-19. مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يأتي هذا الجانب في صميم وجوهر عمله، ويعني في هذا المجال يفتح الباب لمشاركة كافة المنظمات الدولية والمؤسسات الدينية والحوارية حول العالم كله في الصلاة والدعاء هذا الخميس، طبعا من أجل يعني خلاص الإنسانية من هذه الجائحة وفتح يعني تعود مياه الصحة إلى مجاريها مرة أخرى. وطبعا هذه جاءت تلبية لدعوة نبيلة في رسالتها الإنسانية، لأن نتوجه جميعا إلى الله بصوت واحد بالدعاء والصلاة وفعل الخير كلا على طريقته وفق طقوسه ومعتقداته ومذاهب مختلفة وأماكن مختلفة، يعني كلا في مكانه، ليحفظ الله البشرية ويوفقها في تجاوز هذه الجائحة إن شاء الله في القريب العاجل بإذن الله جلت قدرته. بإذن الله طبعا يعني هذه المبادرة مبادرة راقية في فكرها وفي مضمونها وفي توقيتها كذلك، والأهم من ذلك المباركة الملكية لهذه المبادرة. استطاع أيضا مركز الملك حمد أن يطرق من خلال هذه المبادرة أبواب الكنائس وأبواب المعابد، أبواب كل دور العبادة في مختلف دول العالم شرقها وغربها. عندنا مشاركات يوم الخميس القادم من الولايات المتحدة الأمريكية، صلوات من شرق آسيا، كوريا الجنوبية، فلبين، إندونيسيا، كثير من الدول، كذلك دول أوروبية، بريطانيا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، وكذلك من لبنان ومن بعض الدول العربية، وكذلك لا ننسى يعني لن نقول دور العبادة في البحرين لأنها مغلقة للظروف الحالية، ولكن رجال الدين الذين يمثلون هذه الأماكن المقدسة سوف يكونون في صلاة جماعية ليرفع الله. وأنا كل ثقة إن شاء الله أن هذه الدعوات ستصل إلى رب رحيم علي قدير، سوف يرفع هذه الغمة عن جميع أبناء البشرية إن شاء الله. نعم، السيدة سمية مير الأمين العام لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، شكرا جزيلا لك.